نحن حملة خلوها أجمل. هذه الحملة انطلقت بشكل عفوي بتحرير أولى مناطق الجانب الأيسر، كان في شهر يناير 2017. تشكل الفريق وتنظم ونزل الشارع بطريقة جدا عفوية. لازم يعني نشتغل احنا شباب نوصل حتى المدينه تنهض، والحمد لله المدينه في استمرار على التطور، لان الشباب شافوا مدينتهم منكوبه فحبوا هم ان يطورون مدينتهم. بفضل من الله ان الموصل رجعت.